السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الجدارية هي عمل فني مرسوم مباشرة على جدار أو سقف أو أي سطح دائم، وعشان تستمتع بهذا الفن ما يحتاج أنك تزور معارض، لأنها موجودة على جدران الميادين العامة وفي الشوارع والحدائق. الرسم على الجدران من أقدم أشكال الإبداع في التاريخ، وموجود من عهد الإنسان البدائي اللي كان ينقش الصور على جدران الكهوف، وتطور هذا الفن في عصرنا الحديث ليصبح وسيلة لإيصال رسائل جمالية وثقافية دون حواجز لجميع فئات المجتمع. تعالوا معنا نشوف كيف تصير الجداريات. عشان نتعرف على تطور الجداريات في دولة قطر التقينا بالمهندسة مريم المناعي. مهندسة مريم، ممكن تكلمينا شوي عن فن الجداريات في دولة قطر؟ بعد انطلاق مبادرة الفن العام من متاحف قطر جداري آرت في 2020 بالشراكة مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة، تم تنفيذ حوالي 50 جدارية في أماكن متفرقة من البلاد، في معظم الحدائق العامة ونقاط الجد السياحي وتقاطعات الطرق السريعة. شارك في هذه الجداريات حوالي 20 فنان قطري وعالمي. جداريات فن راقي يساهم في تعزيز الهوية ونقل الحضارة والثقافة المحلية لأفراد المجتمع والصغار وزوار البلد، ونحن نطمح لمزيد من الشراكات مع الفنانين المحليين والعالميين لتزيين هذه الجدران في مواقع جديدة وخلق نوع من التفاعل بين هذه الجداريات وبين منطقي هذا الفن. أعزائي المشاهدين، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، وسؤالنا لكم: من هو صاحب الجدارية الفنية الموجودة عند تقاطع دوحة فيستيفال سيتي؟